ولا محطاتنا لليوم نور رح نبداها مع الوقت، فالوقت اللي بيحدد فيه طلاب مستقبلهم على مقاعد امتحان الشهادة الثانوية، الأهالي بيعيشوا حالة القلق، بيتأهبوا للمرحلة القادمة بتقرير المصير الأكاديمي والمهني لأبنائهم. أكيد سلمى، هون بيبدأ الضغط على الطالب باختيار مساره المهني المستقبلي، فبين رغبة الأبناء والآباء وطموحات الأهل، رغباتهم باختيار الأفضل من وجهة نظرهم قد نكون أمام خيارات خاطئة يدركها الأبناء في المستقبل. اليوم ضمن أولى مساحتنا الصباحية فقرتنا رح تكون موجهة للأهل بهي المرحلة، كيف ممكن يكونوا الداعمين لخيارات أبنائهم في جميع الاختصاصات الأكاديمية حتى لو كانت ما بتناسبهم، كيف نختار الأنسب بالنسبة لقدرات الطالب ورغبته. الجواب مع ضيفتنا بالاستديو الأستاذة نهى شويحنة، مستشارة في إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك. صباحك. وانت يمكن نوعا ما عم تتعرضي لهذا الضغط مع بنتك بكالوريا. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني قبل ما نبدا بموضوعنا خلينا هيك نوصف شوي اكثر هي المشكله اللي عم بتصير واللي كثير من الاسر خلال هي الفتره القادمه ممكن يتعرضوا لها. خلونا نتابع الماده التاليه وبعدها نبدا بحكي اكثر وتفاصيل اكثر مع ضيفتنا الاختصاصيه. لا أحد يختلف على حب الأهل لأبنائهم ومدى حرصهم على متابعتهم، ولا يوجد شك أن كل أب وأم لا تكتمل سعادتهما إلا وأبناؤهما في أفضل المستويات التعليمية والوظيفية والاجتماعية، غير أن بعض أولياء الأمور يتجاهلون حقوق أبنائهم ويهمشون حريتهم في اتخاذ مساراتهم وقراراتهم دون أن يتركوا لهم حرية اتخاذ القرار بما ينسجم مع قدراتهم ورغباتهم، مع التوضيح لهم بطبيعة الخيارات المتاحة ونهاية المسارات التي من خلالها يحصنون أفكارهم، وبالتالي تكون لديهم القدرة على فرز خياراتهم بشكل أفضل، ويمنحهم قدرة أكبر على العطاء والشعور بالمسؤولية بعيداً عن اتخاذ مسارات غير مناسبة بحجة نحن أعرف بمصلحة أولادنا. يمكن سلمى مثل ما تابعنا مشكلة قائمة لليوم، عم نتحدث عن الأهل باختيار مجالات لأبنائهم، مجالات أكاديمية ضمن اختصاصات يمكن هن بيحبوها ست نهى، بس يمكن كمان الابن بيحب شيء ثاني. خلينا نحكي عن هي الجزئية اليوم، ويمكن أنت كمان اليوم بنتك طالبة بكالوريا، أحيانا العلامات هي اللي بتحدد مصير الطالب مش أهله ولا هو. هلا اكيد نور، يعني انا اكيد مثل اي حدا بالمجتمع اللي هو عنده اولاد وعم ينتبه على مستقبلهم وحاول كرس حياته كاهل ليكون اولاده الافضل، وهذا طبيعي بكل اهل ودورهم بصراحه، ولكن نحن ما بدنا ننسى عوامل. هلا نحن من المحيط اللي حوالينا واللي بنشوفه بالمجتمع، بالنهايه في عنا عده عوامل بتلعب بتحديد مستقبل الطالب. اولا فينا ما نقول امكانيات الطالب، يعني في ناس عندهم ليميت، عندهم محدود طول عمرهم مستواهم الدراسي مثلا 60% او 70% او 80%، ناس 90%، يعني هدول اخذين ما له. اليوم البكالوريا عباره عن هي اللحظه الحاسمه، هي عباره عن تراكم لسنوات متراكمه، ولكن نحن اليوم معناتها لازم ناخذ اول نقطه عامل الولد ان قد ايه امكانياته، ما نضغط عليه اكثر من امكانياته، ما نقول ان هي نهايه الكون اذا كان هو طلع له. لنفترض خلينا نقول نحن كثير بنخاف، عندنا مثلا هلا ثانويه صناعيه، ثانويه تجاريه، نحن ما رح نجي نقول والله كل واحد شو بدك تصير طبيب او مهندس، لا خلينا نقول ان نحن اليوم اللي عندنا بكالوريا تجاريه
تجارية وصناعية، وحتى اللي ما حصلوا مثلا ما رح يحصلوا مجاميع عالية بالبكالوريا، طيب هدول شو مستقبلهم؟ اليوم المجتمع بحاجة لكل الأعمال. صحيح. بالنهاية المعاهد اللي هي أنا بقول ما لنهاية الكون، يعني نحن المعاهد اللي من خلال تجربتنا العملية بسوق العمل، عم بحكي من سوق العمل، ما بينطبق على بنتك نفس الشيء؟ إذا أنا بنتي بالعكس بطبقها على بنتي، حتى لأني معهد إذا كانت إذا أنا كانت بنتي إمكانياتها بهذا الرينج ما رح أضغط عليها، بس بدي ساعدها وطبقتها على بنتي الكبيرة اللي هي هلأ بتدرس بزنس، يعني هي دخلت جامعة اقتصاد دمشق وما بدها، ووالدة ضغط عليها مثل أي أب وهي ما بدها وما فلحت بهذا المجال وما نجحت فيه وانتقلت على البزنس ودخلت على مجال تاني. يعني اليوم قرار الأهل بيدمروا أولادهم وبيضيعوا لهم من وقتهم إذا تدخلوا بهذا الموضوع. نوها بس بدي ادخل حضرتك، قلتي جملة كتير مهمة، اليوم سوق العمل شو بيتطلب؟ اليوم سوق العمل مو بس بيتطلب مثل ما قلتي المهندس والطبيب والصحفي واوا، في كتير مهن، وخلال فترة الحرب هاي اللي عشناها شفنا كتير مهن كانت مفيدة ودورها كتير أساسي حقيقة، ونقص وجودها أدى لثغرات يعني شفناها بعدين. لهيك فبدي أسألك اليوم الأهل اللي عم بيشوفونا واللي عم بيطلعوا على أولادهم ويمكن عم بيمارسوا نوع من الضغط السلبي، هذا الضغط السلبي بيأثر حتى على الطالب إنه يجيب المعدل الصح، هو عم بيجيب المعدل اللي بيرضي أهله أو اللي بدخله كلية مرتفعة يعني علاماته مرتفعة. خلينا نحكي على هاي النقطة وشو المجالات اليوم المتاحة قدام الطلاب لحتى الأهل كمان يدرسوا مع أبنائهم هالاختيارات. سلمى نحن من 20 سنة الأهل لسه بعقلية 20 سنة إن أنت تدمرت إذا ما فتت كلية، لا اليوم نحن عم نحكي بهذا العصر 2020، اليوم التكنولوجيا والأدوات وكل شيء والماسترات، اليوم نحن الفرص اللي أتيحت لهذا الجيل لم تتاح لنا بصراحة، ولذلك ما لازم نفكر بالتفكير اللي القديم، لازم نعرف ان الدنيا تغيرت حتى للأولاد. يعني رح أقول لك ان اللي دارس معهد مثلا، رح أعطيكي مثال عملي، الأهل كانوا يقولوا نحن من واقع سوق العمل، الشاب كان معنا بيشتغل اخذ بكالوريا صناعيه، درس بزنس بجامعه خاصه تمام، ودرس معهد صناعي، بعدها اشتغل بسوق العمل، هو له هوايه بمجال التكنولوجيا شوي، ابدع فيه مع انه هو يعني بعيد عن اخصائي، هو اللي بيحبه، هذا اللي بيحبه طبعاً. فهي إمكانياته وليكو يعني عفوا بالتاسع معناتها ما حصل المجموعة اللي مطلوب لحتى فات بكالوريا الصناعية. وهلا حاليا عم يعمل صار مدير بألمانيا وسافر عمل ماستر بألمانيا وصار من أنجح المدراء. عم بعطي هذا عن شاب من الجيل الصاعد اللي هلا كل تولده ماله هالكبير، معناتها نحن النقطه ما بدنا نقول اني والله لاني بكالوريتك صناعيه او بكالوريتك تجاريه ان انت او عندك معهد، اليوم بعد المعهد فيك تكمل دراسه تدرس جامعه تمام، وبعد الجامعه فيك تكمل كمان ماستر وتكمل طريقك. قد ايه الانسان عنده هو طموح، بس بقول لهم انا اذا ما حبيتوا المجال اللي فتوا من خلال خبرتنا بالعمل تاكدي ما بينجحوا. لذلك الاهل لازم يعرفوا ميول اولادهم، هاي نقطة كتير مهمة، ميول أولادهم، هاي نقطة يعني الأهل يعرفوا ميول أولادهم، ويمكن كمان في مشكلة باختيار يعني نحافظ على هيدا التوازن بين الأهل وبين الابن. يعني في كثير من الأهل يمكن بيشوفوا هيدا الحكي بس ما بيطبقوه، بيقول لك أنا معه بس ما بيطبقوه على أرض الواقع بشكل صحيح. خلينا يعني نحط الدفة بالنص، كيف فينا فعليا نحقق جزء كبير من هيدا الحكي على أرض الواقع؟ يعني مثل ما قلتي نحن كنا بالبكالوريوس مثلا كثير طلاب كنا معهم، وكنا بالمدارس انه اذا ما بتجيبي تامة اذا ما بدك طب نهايه الكون ايه يعني انا بعرف مثلا انه في طلاب رفقاتي معي عادوا البكالوريا مشان علامه لانه بدهم اهلهم هيدا الاختصاص، هذا كمان نوعا ما بياثر نفسيا على الطالب. لاقول انا اختار للطالب شيء بيحبه بنفس الوقت ما يتعارض مع الاهل، يعني يضمن مستقبله لقدام. هو نور اهم نقطه مو يتعارض مع الاهل، الاهل لازم يكونوا داعمين محترمين قرار الولد بالنهايه، بس مش الكل عنده هي لازم العقليه لازم يعرفوا الاهل اني باي مجال باي اختصاص انا اراهن اي مجال واي اختصاص شو ما كان الاختصاصات. اليوم نحن لازم نمسك نعمل مسح لكل الكليات ولكل المعاهد، المتميز بالمعهد، المتميز بدراسته بالجامعة، المتميز بهذا، صدقيني رح ينجح ورح يحصل.
اليوم الطبيب بده مين مساعد معه بغرفة العمليات اللي عم يدرسوا معها الطبي، اليوم المعامل بحاجة لناس متخرجة بمجال المعاهد الصناعية، حتى الخياطة والحداد كلها جزء مهم بحياتنا حتى أجورهم ما لقليلة، بالعكس اليوم الأجور تبعتهم، بالعكس في ناس اللي عم تشتغل أعمالها الحرة عم تاخذ أعلى من للأسف الناس اللي معها شهادات بهذا الواقع. صحيح. اللي عم نشوفه. صحيح. في ناس عم تحصل. أنت اليوم معناتها موضوع هو بالنهاية أنا بقول لهم قديش الشخص عنده مهارة متابعة العمل تبعته. يعني اليوم عتحطيني بأحسن اختصاص وأنا وفنيا كتير ممتازة وحصلت شهادات كتير علمية منيحة وماني متابعة لعملي فشلت. فاليوم طبيعة الولد، يعني أنت اليوم بدك تساعد ابنك يدخل مجال بالفعل يحبه ويتابع تطوره المهني. يعني تعرف هالمجال هاد تبحث عنه شو ممكن يساعده. أنا رح أعطيك مثال، يعني نحن بمثال عائلي، أنا بنتي الكبيرة إلى ميول بدها تدخل فنون جميلة وآرت، كان في ضغط من والدة، أنا بالنسبة لي بالعكس شجعت الفكرة جدا إني خليها، لا شو دخلها رح يكون كفنون جميلة، ليك الديزاينرز المصممين اللي بيعملوا هذا بيعملوا استشارات هلأ أونلاين وبياخدوا أجر جدا عالي. صحيح. يعني أعلى من كتير ناس موجودين بسوق العمل. فاليوم ما لها علاقة والله أنت فنون ما لك شغل، يعني وهي المعادلة الحلوة اللي أنت عم تقوليها أنه كل شخص بالشيء اللي هو بيحبه وبيضمن إمكانياته إذا أبدع فهو رح يكون شخص منتج. أكيد. لهيك بختام حديثنا اليوم ونحن بهي المرحلة مرحلة الامتحانات، نصيحة الأبرز اللي بتحبي توجهيها إن كان للطلاب أو إن كان لأهليهم. أكيد. أنا أول شيء بوجه للأهل دعموهم نفسياً وشو ما كان، يعني احيانا توفيق ما توفقوا درسوا بالنهايه ما لنهايه الكون، لان في مجالات ممكن يرجعوا يتحولوا لها وممكن يرجعوا يطوروا دراستهم وممكن يرجعوا يكبروا، واهم شيء يختاروا مجال بالفعل يحسوا حالهم هن قادرين اني يكملوا فيه. نحن كثير بنتعرض بخلال شغلنا لناس بيقولوا لنا معقول مثلا اني في هيك متابعه الطريق، في هيك ممكن دراسه ننتج. نحن ما عندنا لسه، في ضعف بالسوق، ما في شيء اسمه مركز ارشاد مهني. وهذا يعني عم تكون الفكره موجوده ولكن بصراحه بدها نضج اكبر، لاني لو في نضج اكبر بتساعد كثير الطلاب والاهالي حتى اني في هيك شيء. نحن لما بنشوفهم وبنقول لهم بيقولوا لنا تفاجئنا، هيك دخلهم، هيك بسوق العمل دخلهم، هيك بسوق العمل مهاراتهم، ايه هن هيك. وتفائلوا اي مجال فاتوا اولادكم، ما دعموهم وخلوهم يحبوا اهم شيء يختاروا مجال يحبوه ويقدروا يطوروا نفسهم فيه ويطلعوا مبدعين. الابداع والتطوير مو ضروري اني بالشهاده، الشهاده ما بتصنع انسان. صحيح. الابداع هو اللي بيصنع الانسان. وقلتي جمله كثير مهمه، يكونوا الداعم الاساسي كاهل لاولادكم شو ما كانت خياراتهم. بهي الجمله بدنا نختم فقرتنا اليوم معك استاذه نهى شوحنه، مستشاره في اداره الموارد البشريه. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لكل طلاب البكالوريا والتاسع يا رب هيك امتحانات تكون سهله عليهم شوي، والتوفيق بجميع خطواتهم. شكرا لك استاذه نهى، بنتمنى التوفيق كمان لبنتك بالامتحانات. شكرا لك يا رب، تسلمي.